بعد غياب استمر لعقود طويلة، عودة في حلة جديدة لاتحاد الإذاعات الإسلامية بريادة ورئاسة مصرية، وانطلاقة جاءت بدورة تدريبية مشتركة بين الاتحاد ووزارة الأوقاف المصرية لعدد من الإعلاميين المعنيين بالشأن الديني للتفاعل مع القضايا التي تمس العالم الإسلامي وكيفية التعامل معها. واليوم يأتي تكريم المشاركين في ختام الفاعليات. هذه الدورات مهمة جدا في إطار رسالتنا لنشر الفكر الصحيح لبيان صورة الإسلام، ودي رسالة مصر وريادة مصر على مر التاريخ. مصر الآن في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استعادت ريادتها في مختلف المجالات، ولا شك من أهم هذه المجالات مجال نشر صحيح الإسلام. دور مصر الرائد في مواجهة الفكر المتطرف والإرهابي والجماعات الإرهابية والمتطرفة ومحاصرة هذا الفكر أينما كان، سواء باستضافة أشقائنا من مختلف الدول العربية والإسلامية ومختلف دول العالم، سواء من الإعلاميين أم من الأئمة. دورة متخصصة أقيمت بالتنسيق بين اتحاد إذاعات الدول الإسلامية ووزارة الأوقاف بناء على البروتوكول الذي تم بيني وبين معالي وزير الأوقاف. أحب النهاردة أقول إنها ليست الدورة الأولى، النهاردة إحنا معانا 21 دولة إسلامية، إن شاء الله بعد عيد الأضحى هيكون في دورة أخرى لباقي دول الأعضاء. كما تعلم إحنا 57 دولة عربية وإسلامية، فإن شاء الله الباقي من هذه الدول سوف يأتي بعد عيد الأضحى المبارك. اتسمت هذه الدورة بالجودة في المحاضرات، في الموضوعات، في المهارات التي تمت من خلال اختبارات عملية بجانب الشق النظري والعلمي. التلاقي والمعايشة وتبادل الثقافات بين المشاركين أهداف جاءت في دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية لتكون دورة تبادلية للأفكار فيما يتصل بواقعنا المعاصر. التقاء مع الزملاء من مختلف دول الدول الأعضاء في اتحاد إذاعات الدول الإسلامية الذي يتبع طبعا منظمة التعاون الإسلامي، فهذا يشكل إضافة للإعلامي بما يتبادل من أفكار ومن رؤى ومن تصورات، سواء كانت على المستوى الإعلامي أو على المستوى الفكري أو على المستوى المعرفي. الجهود التي يبذلها الإعلاميون في مجال الإعلام الديني في تعريف الناس وتثقيفهم بأمور دينهم، بوسطية دينهم، بماذا ينبغي عليه أن يكون الخطاب الإعلامي في العالم الإسلامي، والمعايير التي يجب عليه أن يلتزم بها حتى يحقق الهدف الذي من أجله أسس وأنشئ، والمتمثلة في الالتزام بوسطية الإسلام، بيان صورة الإسلام الحقيقية السمحة. مواد علمية متنوعة وزيارات تثقيفية وجولات للتعرف على معالم مصر التاريخية والأثرية والنهضة التنموية والعمرانية التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن. حرص جاء من القائمين على تنظيم الدورة التدريبية لتكون الدلالة أن مصر الريادة دوما. وليد هيكل، التلفزيون المصري.